أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس تفسير سورة الأنفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن مالوا إلى المسالمة. تقرأ السلم والسلم وكلاهما بمعنى واحد، يعني لغتان بمعنى واحد. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي اجنح لهذه الفعلة أو اجنح للسلم لها، أي للسلم، لأن السلم مؤنث فأعاد إليه الضمير بالمؤنث. قال: فاجنح لها وتوكل على الله، يعني إن طلب منك أعداؤك أن تسالمهم وأن تضرب معهم عهدا أو ميثاقا فافعل ذلك. بعض العلماء يقول إن هذا منسوخ بقول الله عز وجل في آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وبعض العلماء يقول: بل هذا باق، بمعنى أنه متى كان المؤمنون أقوياء فطلب منهم أعداؤهم أن يسالموا فليسالم المؤمنون، لأن في المسالمة مصلحة لأهل الإيمان. لماذا؟ لأنه إذا جاءت المسالمة حصل للمؤمنين بها مكاسب في كون المؤمنين يختلطون بهؤلاء ويرى هؤلاء أحوال المؤمنين، فيحصل لديهم انجذاب للمؤمنين وتأثر بأحوالهم. وعلى كل، الإمام إذا رأى أن في المسالمة خيرا ومصلحة للمسلمين فسالم، كان له حجة بهذه الآية. فاجنح لها، قال: وتوكل على الله. أمره بالتوكل لأن الكفار قد يجنحون للمسالمة على نحو يريدون به خديعة المؤمنين. فالله عز وجل يقول: خذ بهذه المسالمة وتوكل على الله، أي فوض أمورك إلى الله، فالله كافيك وهو حسبك. ولذلك قال: وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني إن أرادوا بهذه المسالمة خدعتك ومحاولة الالتفاف عليك فإن حسبك الله، يعني الله وحده هو الذي يكفيك شره. لماذا قال له ذلك؟ لأن المؤمن إذا أخذ بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية فإن الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده. وما دام قد طلبوا المسالمة فسالمت رغبة منك وعن قدرة وعن قوة، ولست مرغما على هذه المسالمة أو مضغوطا عليك فيها، فهنا قد جئت بما شرع لك، وعليه إن خدعوك فالله يكفيك وهو وحده حسبك، والحسب بمعنى الكفاية، فإن حسبك الله. قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي وحده جل جلاله الذي قواك بنصره حين نصرك، وأيضا بالمؤمنين حين جمعهم لك وطوعهم لك حتى صرت تأمرهم بأمرك فيمتثلون ولا يخالفون.
قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. هذا من أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها البشر بأنفسهم، وهي التأليف بين القلوب والجمع بينها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأهلها على شر ما يكون من التفرق والتمزق، وبينهم من الحروب ما هو معروف بين الأوس والخزرج، وبينهم من الثأر والإحن والعداوات شيء يعرفه من يقرأ تاريخ هاتين القبيلتين. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذاب كل ذلك الخلاف وذهب ولم يبق منه شيء. من أين هذا؟ من الله. قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم. يعني لو بذلت جميع ما في الأرض من أجل أن تجمع قلوبهم على الخير والهدى وعلى السمع لك والطاعة ما فعلت ذلك ولا قدرت عليه، ولكن الله وحده هو الذي جمع قلوبهم وألف بينهم. مما يدل على أن تأليف القلوب هو من الله وحده، وعليه فإنه يسأل هذا الأمر الله وحده. نسأل الله وحده أن يؤلف بين القلوب، وأن يلقي بينها التحاب والتآخي والتراحم، وإلا فلا يكون شيئا من ذلك. شيء من ذلك. قال: ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولاحظوا التأليف صار بين القلوب حتى امتزجت به الأبدان، فصار كل مؤمن ينصر أخاه ويحب أخاه ويؤثر أخاه حتى صاروا كأنهم جسد واحد. يعني لم يصبح الآن الإلف قلبيا فقط، بل قلبي وبدني. فكان المهاجري ينزل على الأنصاري، وعندما ينزل عليه يخيره الأنصاري، يقول: عندي بيتين، اختر أحبهما إليك لأعطيك إياه. عندي زوجتين، اختر من تشاء منهما أطلقها لتنكحها. سبحان الله. وهذا حصل بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، عندما نزل عبد الرحمن على أخيه فخيره بين مزرعتيه وزوجتيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وانظر إلى العفة، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على السوق فاتجر فكسب وربح، ثم تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر طيب، فقال: مهيم؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. قال: ماذا أصدقتها؟ قال: على وزن نواة من ذهب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أولم ولو بشاه. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال العلماء: فيه الدلالة على أن الحب في الله أفضل من الصدقة بالمال وأجل وأطيب، وقد جاءت الأحاديث بالدلالة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. انظروا، وجبت المحبة الإلهية لمن حقق واحدا من هذه الخصال الأربعة. وقال مجاهد إذا التقى، يقول لأحد إخوانه من السلف: إذا التقى المسلمان فتصافح تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. فقال له أخوه: إن ذلك لا يسير، يعني بمجرد المصافحة تتحات الذنوب. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: فعرفت أن مجاهدا أفقه مني. كيف أن الله جعل تأليف القلوب وتحابها أفضل من الصدقة وأفضل من كثير من الأعمال التي يفرح بها العباد؟ ولو تتبعنا هذا في القرآن وفي السنة لرأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن تتآلف قلوبنا وأن تتآخى وأن تترابط. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. سبحان الله. وهذه الآن يا إخواني بسبب ما صنعه بنا الغرب الكافر
والاستعمار المارد من هذه الحدود التي جعلتنا شعوبا وقبائل نتوالى ونتعادى على غير يعني كلمة الله عز وجل. فالتآلف الذي كان بين المؤمنين بدأ يرتفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود، فلا تفرق بيننا هذه الجوازات المختلفة، ولا هذه الحدود المصطنعة، ولا هذه الأسماء الحادثة التي لا تعرف في تاريخ الإسلام. وهذا إن شاء الله قريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل به على المسلمين جميعا. قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز قوي غالب، إذا أراد شيئا لا يمنعه أحد، حكيم يضع الأشياء مواضعها، وأيضا ذو حكم إذا حكم بشيء استجاب له كل شيء. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما خوطب أحد من الأنبياء في القرآن بوصف النبوة إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوجه التشريف له في القرآن. أما بقية الأنبياء ينادون بأسمائهم، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. أما محمد فيقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في كل المواطن ينادى بوصف النبوة وبوصف الرسالة عليه الصلاة والسلام. حسبك الله أي كافيك الله، فثق بالله عز وجل وحده. قال: ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض المفسرين: أي حسبك من اتبعك من المؤمنين، أي كافيك من اتبعك من المؤمنين. ولا يظهر هذا القول، لماذا؟ لأن الحسب إنما هو مختص بالله، فالكفاية إنما تكون من الله. ولذلك سيأتينا في سورة التوبة قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لاحظوا: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الحسب مختصا بالله عز وجل. إذن إيش يكون المعنى؟ حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، هذا هو المقصود. قال: حسبك الله وحسب من اتبع من المؤمنين، أي كافيهم هو الله جل وعلا. فالكفاية والتأييد والنصرة، الكفاية إنما تكون من الله وحده. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. من أسباب النصر أيضا الحث والتهييج والإغراء، ولا يكتفى بكون المؤمن مؤمنا، ولا يكتفى بكون المؤمن ينتظر موعود الله أو يوقن بنصر الله، بل لا بد من الحث. ولذلك ينتدب العلماء والدعاة والوعاظ لتحريض المؤمنين في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقام من مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض أي حث، والتحريض أن يحث الإنسان على الشيء حثا يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه، يعني هالك، يعلم معه أنه حارض أي هالك إن تخلف عنه. إذن التحريض ليس هو حث مجرد، بل هو حث بشدة وتهييج قوي: يا ناس الجنة قد فتحت أبوابها دونكم، دونكم جنة الله، ما بينكم وبينها إلا أن يقتلكم هؤلاء. وفي يوم بدر تعرفون قصة عمير بن الحمام عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث المؤمنين على القتال، فقال: يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم، وكان بيده تمرات يأكلهن، فرمى بهن وقال: بخن بخن، لئن بقيت حتى آكل هؤلاء التمرات إنه إيش؟
لحياة طويلة. يعني كم؟ دقيقتين ولا ثلاث ولا أربع؟ إني لأجد ريح الجنة من دون بدر، أو كما قال لا إله إلا الله. انظروا يا إخواني، هذا من الإغراء والتهيج الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين المقاتلين. حرض المؤمنين على القتال، حثهم وأيدهم وهيجهم على ذلك. ثم بيّن فقال: إن يكن منكم 20 صابرون صبرا لله عز وجل يغلبوا 200. هذه يقولون خبر بمعنى الأمر، يعني إذا كان منكم 20 صابرون فيجب عليهم أن يصبروا لعشرة أمثالهم، يجب عليهم أن يصبروا لعشرة أمثالهم. قال: وإن يكن منكم 100 أيضا صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ قال: بأنهم قوم لا يفقهون. بسبب أن الكفار ليس عندهم شيء يحتسبونه من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هم لا يستعدون للآخرة ولا يرقبون من الله ثوابا، ولا يعني ليست عندهم أهداف بعيدة. وأذكر في هذا الموطن يا إخواني، لما وقعت الحرب في البوسنة، يحدثني أحد الإخوة يقول: كنا نجد الجنود من اليوغوسلافيين أو من الصرب في الدبابات، فنأتي إليهم ونشتري الدبابة بعتادها $1,000 أو $2,000. فقلت: كيف يبيع هذا الصربي هذه الدبابة بما عليها بهذا المبلغ؟ قال: هو أصلا ما عنده شيء يقاتل لأجله، بخلافنا نحن، فنحن نقاتل عن دين ومبدأ وعقيدة ونرجو ما عند الله عز وجل. فانظروا إلى هذا الرجل، يعني الألف عنده أو $2,000 تساوي عنده الدنيا وما عليها. ولذلك قال الله عز وجل: بأنهم قوم لا يفقهون، ولذلك الواحد منكم أيها المؤمنون يستطيع أن يغلب 10 من الكافرين، ويطيق ذلك. كيف يطيق ذلك والأشياء المادية متساوية؟ فالمفترض أن يكون الواحد يغلب واحدا. لما خويت القلوب من الإيمان أصبحت بلا سند تعتمد عليه، وأصبحت ضعيفة في مواجهة المؤمنين. هذا كان أمرا من الله للمؤمنين، أن يصبروا لعشرة أمثالهم. ثم إن الله عز وجل لما كثرهم خفف عنهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وهذه من آيات النسخ الصريحة في القرآن، حيث إنه نسخ الآية الأولى بالثانية، فقال: الآن خفف الله عنكم، رفع عنكم الحكم الأول وهو وجوب الصبر، صبر المؤمن لعشرة، بأن يصبر المؤمن لاثنين مقابله. طيب، وماذا عليه؟ إذا زاد العدو عن 2 لم يجب عليه أن يصبر، فله أن يقاتل وله أن ينحاز إلى فئة، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. واضح هذا المعنى؟ قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، تقرأ ضعفا وتقرأ ضعفا، مثل قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه يقرأها حفص بوجهين: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهما بمعنى واحد. وفي قراءة ثالثة: وعلم أن فيكم ضعفاء، وعلم أن فيكم ضعفاء ولذلك خفف عنكم. قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. لاحظوا يا إخواني هنا أن الله عز وجل كثر العدد، مما يدل على أن هذا التخفيف إنما نزل عندما كثر عدد المؤمنين. وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، اصبروا فإن الله سيكون معكم بنصره وتأييده. ثم قال الله عز وجل مبينا قاعدة من قواعد الحرب في الإسلام، وهي أن المؤمنون في أول عهدهم بالحرب يجب عليهم
ألا يؤثروا الدنيا ولا يقدموها، بل يجتهدوا في تقديم تثبيت الدين. ولذلك قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يجتهد في الإثخان في عدوه ويقاتلهم في أكثر من موقع فيرهبه عدوه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل في سورة محمد: فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأباح الله للمؤمنين أن يأخذوا الفدية وأن يأسروا وأن يمنوا بلا فدية ولا أسر ولا استرقاق. ويقال: لا، ليس بين الآيتين تعارض. هذه في أول الجهاد، يجب على المؤمنين أن يثخنوا في الأرض وأن لا يقبلوا الأسر، بل إذا وقع بأيديهم أسير قتلوه. فإذا وقعت مهابتهم في قلوب أعدائهم جاز لهم إما منًا بعد وإما فداء، إما أن يمنوا بلا شيء، وإما أن يطلبوا الفداء، وإما أن يسترقوا الأسير. قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه نزلت عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسرى بدر، قال: ما ترون؟ فقال أبو بكر: هم أهلك وعشيرتك، فلو أن طلبنا منهم الفداء لنتقوى بذلك على قتالهم واستبقيناهم لعل الله أن يهديهم. وكان هذا رأي أبو بكر، وإليه مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فقال: أما أنا فلا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن أبا بكر من فلان قريب له فيقتله، والله ما لهم عندنا إلا السيف. ثم افترقوا. فلما جاء عمر إلى رسول الله وأبو بكر وهما عند الشجرة رآهما يبكيان، فقال: ما خبركما؟ بلغاني إن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال العلماء: هذه الآية فيها الدلالة على أن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. لماذا يجتهد؟ لأنه سيصوب من عند الله، إن وافق اجتهاده الحق أقره الله، وإن لم يوافق الحق أنزل الله عليه ما يرفع اجتهاده ويرده إلى الحق، والله عزيز حكيم. قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أن الله كتب أنه سيحل الغنائم لكم لعذبكم بسبب أخذكم الفداء من الأسرى، ولكنه قد كتب أن الغنائم ستحل لكم، فكانت هذه مقدمة لما سيحل لكم. هذا قول. القول الثاني: لولا كتاب من الله سبق بعدم عذاب من لم يعلم أو من جهل الحكم لمسكم عذاب من الله بأخذكم الفداء من هؤلاء الأسرى. وقيل أيضا قول ثالث: لولا كتاب من الله سبق بأن من شهد بدرا لا يعذب لنزل بكم العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحل الله لنا الغنائم التي حرمت على من قبلنا من الأنبياء. فالغنائم من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أمرنا الله أن نأكل من هذه الغنائم التي هي أحل الأموال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال العلماء: أحل المكاسب وأطيبها هو ما أخذ بالسيف. ولذلك اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقه من كسب سيفه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأخذه عليه الصلاة والسلام من الجهاد والقتال في سبيل الله. قال الله: واتقوا الله، هذا تأكيد للأمر بتقوى الله، يعني إذا اتقيتم الله وسع الله عليكم في الرزق وفرج لكم وأعطاكم وحباكم ومنحكم، إن الله غفور رحيم.
ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يقال إن هذه الآية نزلت في العباس وجماعة ممن ادعوا الإسلام، قالوا نحن مسلمين فكيف تأخذون منا الفداء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الفداء من العباس وإضعافه عليه. إذا كنت من المسلمين كيف تقاتلنا وتكون في صف أعدائنا؟ قال: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذا الذي سيؤخذ منكم من الفداء إذا كنتم صادقين في أنكم مسلمون فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضكم عنه خيرا. وقد عوضوا لما أسلم العباس، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين وكان كثيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحثو في حجره فحثى، ثم قال له زد فزاد، ثم قال له زد فزاد، فأراد العباس أن يقوم فما استطاع أن يقوم من ثقل المال في حجره، فكان هذا من تحقيق موعود الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أطيب وأكثر وأبرك مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك بدعوى أنهم كانوا مسلمين فإذا رجعوا إلى الكفر فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، حصلت منهم خيانة سابقة فأمكن الله منهم في بدر والله عليم حكيم. نلاحظ يا إخواني أن آخر هذه السورة يتحدث عن الولاء والبراء، وهذا ما ستحققه الآيات القادمة. قبل قليل مهد لذلك بقوله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، كانت هذه مقدمة. ثم جاء بالحديث المسهب عن الولاء والبراء، وختم به سورة الأنفال، وافتتح به سورة التوبة، مما يؤكد على أن من أعظم أسس الجهاد هو وضوح هذه الرؤية عند المؤمنين، وهو أن يكون ولاؤهم للمؤمنين وبراؤهم من الكافرين. وإلا فمن يجاهدون ومن يقاتلون؟ من معنا في صفنا مع ضد أعدائنا ومن نقاتل من أعدائنا؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لاحظوا، قدم المهاجرين على المجاهدين لأن الهجرة أعظم، الجهاد يتحقق في كل وقت والهجرة لا تتحقق في كل وقت. قال بأموالهم، قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالمال أيسر ولأنه يتمكن منه أكثر الناس، ولأن الجهاد بالنفس لا يتحقق إلا بجهاد بالمال. قال في سبيل الله والذين آووا ونصروا، قدم المهاجرين على الأنصار، وهذا في سائر المواطن. والسابقون الأولون إيش؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. وفي سورة الحشر قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فقدم هؤلاء على هؤلاء لأنهم أفضل منهم. قال والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هؤلاء إخوة في الدين متناصرون، ينصر بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لما تخلفوا عن الهجرة نقص من حقهم في الأخوة بقدر نقصهم من أمر الله عز وجل. لما تركوا الهجرة في ذات الله، هجر الأوطان والأموال والأولاد من أجل الدين، فإنه لا حق لهم في النصر. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإذا هاجروا كان لهم الحق في النصر وفي الغنائم وفي الأموال وفي القسم وفي الفيء. ولذلك ما يعطى المؤمن الذي لم يهاجر من بيت مال المسلمين حتى يهاجر. قال حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر،
إن طلبوا منكم أن تنصروهم في دينهم فانصروهم. لماذا؟ لأن أصل الرابطة الدينية موجودة، فهم مؤمنون وأنتم مؤمنون، ولذلك يجب عليكم نصرهم بهذا الأصل. نعم، إن نقص عنهم شيء من حقوق الأخوة بسبب نقصهم في تنفيذ أوامر الله وتركهم الهجرة فإن هذا لا يلغي حقهم بالكلية. إذن ليس لهم شيء من بيت مال المسلمين ولا شيء مما يحصله المسلمون من الخير، ولكن لهم حق إذا استنصروا بنا في الدين. قال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن طلبوا منكم أن تنصروهم لتقاتلوا معهم قوما قد حصل بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تفعلوا، لأن العهد والميثاق مقدس في الإسلام، والله لا يحب الخائنين. وقد بينا حرص المؤمن على الاستمساك بالعهود والمواثيق. قال: والله بما تعملون بصير. هذا تهديد لمن أخل بهذه الأوامر. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. أي الكفار يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. أليس خليقا بكم أيها المؤمنون أن تنصروا إخوانكم وأن تقفوا بجوارهم وأن تمدوا يد العون لهم؟ أنتم أحرى بذلك. ولذلك قال: إلا تفعلوه، أي إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين وتتبروا أيضا من الكافرين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وانظروا إلى الفتنة التي نعيشها الآن يا إخواني، الكفار يتفرجون أو يتصرفون في بلاد المسلمين، والمسلمون يرون إخوانهم يقتلون وتؤخذ ديارهم وتسلب أموالهم وتنهب ثرواتهم، وهم ساكتون فاغرون لأفواههم لا يفعلون شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. قال: إلا تفعلوه تكن فتنة. أي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين الواجب للمؤمن مع المؤمن، المهاجر والأنصاري إخوة، المؤمن الذي لم يهاجر ليس له من ولايتنا من شيء، لكن إن استنصرنا في الدين وجب علينا أن ننصره، إلا أن يكون استنصاره على قوم بيننا وبينهم ميثاق. هذه أحكام الولاية. بقي الآن ما هو جزاء هؤلاء الذين تولوا في ذات الله عز وجل المؤمنين وصارت محبتهم لإخوانهم من المؤمنين؟ ما هو جزاؤهم؟ ما هي منزلتهم؟ وما هو حكمهم عند الله؟ قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، قال ماذا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم اسم الإيمان الكامل. وهذا يبين لنا يا إخواني أن الولاء في الله من أعظم عرى الإيمان، كما قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا تنال ولاية الله إلا بذلك، حتى تحب في الله وتبغض في الله. فانظر ماذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا اسمهم وما ينبغي أن يوصفوا به. طيب ماذا لهم؟ قال: لهم مغفرة ورزق كريم. وقدم المغفرة لأن الرزق الكريم لا ينال إلا بعدما تكون المغفرة. نسأل الله يغفر لنا. قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. هل الحديث هنا عن المؤمنين والمهاجرين في عهد رسول الله فقط؟ لا، لم ينتهي الحديث عندهم، بل شمل من بعدهم. هذه الآيات تماثل تماما ما في سورة الحشر، لما قسم الله الفيء قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني أن الفيء للمهاجرين والأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يدعو للمهاجرين والأنصار ويترحم عليهم ويحبهم. طيب، وهنا نفس العملية،
هل هذا الحكم خاص بالمهاجرين والأنصار الذين كانوا في عهد رسول الله؟ قال الله: والذين آمنوا من بعد، أي من بعد أولئك جاءوا من بعدهم وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ثم قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانت الآيات الأولى وآيات أخرى في كتاب الله تبين أن التوارث يكون بالأخوة الإسلامية، وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين في بداية الدولة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني جعل التناصر والتعاون والتأييد والولاية باقية بين المؤمنين، لكن التوارث الأحق به الأرحام، والرحم عندما يكون مؤمنا، لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعض الناس يخطئ، يظن أن أولي الأرحام هنا القسم المعروف في باب الفرائض، وهم غير ذوي الفروض وذوي العصبات، هناك ذوي الأرحام، من ليس له فرض في كتاب الله عز وجل وليس مذكورا في كتاب الله يسمى من ذوي الأرحام كالخال والخالة، فيظنون هذه الآية نزلت فيهم كما ذكر ذلك ابن كثير، أو يعني في حقهم. قال: وهذا خطأ، بل أولو الأرحام يعني كل القرابات أولى ببعض في باب المواريث، فلا توارث بالأخوة الإسلامية، وإنما التوارث بالقرابات التي جعلها الله عز وجل بين الناس. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فالله يعلم ما يصلح أحوالكم فيشرع ما يكون به الصلاح، وهو سبحانه وتعالى يعلم أيضا من يأتي بعدكم أيها الأنصار والمهاجرون فيستبقي لهم حظا وحقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وهذا آخر مجالس دروس التفسير لسورة الأنفال، نفعنا الله وإياكم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.